التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وانطلاقات الخير والبركة مستمرة من أرضية ميدان البصير لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن انطلاقات أشواط سن الحقائق. نسير مع البداية، نسير مع المركز الأول لنتعرف على ما يدور هناك مع البداية. والمركز الأول والصدارة، من يأتينا مع هذا المسار؟ مخلف مع البداية لمحمد بن حمد بن فهيد الفهيدي المري مع البداية الأولى والمركز الأول، ولكن ينخطف من قبل رعد السيف بن محمد بن سيف القفالي النعيمي، غير بدوره وانتقل إلى المركز الأول والصدارة، بينما المركز الثاني أتابع الوصول والتقدم هنا من اللي واصل هنا الباز العلي بن سالم بن راشد النشير المري، بينما المركز الثالث أتابع الوصول اللي واصل هنا راصد العلي بن محمد بن علي بن سعيد أبو شارب يصل مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث أتابع الوصول والمركز الرابع هنا اللي قادم ومنطلق في هذا الانطلاق شاهين الراشد بن حمد بن محمد بن قعيس المري، بينما المركز الخامس الوصول والتقدم في هذه اللحظات من اللي وصل النشمي السيف بن راشد بن سيف آل سيف الخيارين يصل ويقدم هذا الاسم مع ثالث التحديات. تتابع اللي واصل أيضا ومنطلق في هذا المسار يصل هملول الصالح بن عمير بن عرار الرمزاني النعيمي يصل مع خامس التحديات. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الأصالة والتراث، محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، ولكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول والصدارة هناك مع رعد السيف بن محمد بن سيف القفال النعيمي مع المركز الأول والصدارة، بينما المركز الثاني أتابع الوصول من راصد العلي بن محمد بن علي بن سعيد أبو شارب، وغير إلى المركز الأول أتابع المركز الثالث اللي قادم هناك من الجانب الآخر من ميمنة الميدان، يتقدم هنا مخلف لمحمد بن حمد بن فهيد الفهيدي المري، بينما المركز الرابع أو الثالث الوصول في هذا الانطلاق يصل ويتقدم شاهين الراشد بن حمد بن محمد بن قعيس المري، بينما المركز الرابع تواجد هناك من رعد السيف بن محمد بن سيف القفال النعيمي، خامس التحديات الوصول هناك والتقدم من الباز العلي بن سالم بن راشد النشير المري. هذه النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز الأولى المتقدمة والمتصدرة هنا هذا الشوط. نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول، نعود مع الصدارة الأولى، هناك التواجد مع مخلف لمحمد بن حمد بن فهيد الفهيدي المري، غير وانطلق إلى المركز الأول إلى الصدارة الأولى، يا سلام. أتابع المركز الثاني، أتابع القدوم من شاهين الراشد بن حمد بن محمد بن قعيس المري مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات والتقدم من راصد العلي بن محمد بن علي أبو شارب يصل ويقدم لنا راصد، ولكن تابع اللي من الجانب الآخر واصل ويبحث عن الناموس، هناك اللي واصل متقدم دابان حسن بن راشد بن حسن الجفال النعيمي، ووصل أيضا في هذا المسار وتقدم هنا رعد في هذا الانطلاق السيف بن محمد بن سيف الجفال النعيمي، ولكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول، ونحن نقترب من لائحة الإعلان الأخير، لائحة الكيلومتر الأخير. يا سلام يا سلام، الله الله الله، مخلف مع البداية مع المركز الأول بشعار محمد بن حمد بن فهيد الفهيدي المري، يا سلام، انطلق إلى المركز الأول إلى الصدارة الأولى، من دشنا أجواء الكيلو متر الأخير، الله الله، ولكن المركز الثاني أتابع الوصول، أتابع التقدم من شاهين الراشد بن حمد بن محمد بن قعيس المري مع ثاني التحديات، الله الله الله، المركز الثالث الوصول في هذا المسار والتقدم هنا من اللي واصل في هذا المسار شعار النعيمي قادم، ولكن البداية والصدارة الأولى مع مخلف مخلف لمحمد بن حمد بن فهيد الفهيدي المري، انطلق انطلاقة الفوز، انطلق انطلاقة الانتصار مع المركز
المركز الأول. يا سلام يا سلام على 400 متر النهائية. الله الله الله، مخلف 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 مع البداية، مع المركز الأول، مع الصدارة الأولى بشعار محمد بن حمد بن فهيد الفهيدي المري. روح مع البداية، مع المركز الأول. الله 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 على انطلاقة مخلف مع الأمتار الأخيرة، الأمتار الحرقة. تهانينا والناموس لمالك مخلف محمد بن حمد بن فهيد الفهيدي المري على هذا الفوز والانتصار. وسلام يا مخلف، سلام على هذا الأداء الرائع بدون منافس مع الأمتار الأخيرة ومع المركز الأول. بينما المركز الثاني كان هناك مع المركز الثاني شاهين راشد بن حمد بن محمد بن قعيس المري، والمركز الثالث